شيء هذا نوع الأشعة هذا الآن هذا الحين وصلنا نوع من أنواع الأيونية هو نوع الطب النووي. تسمعون بالطب النووي ترى يحسبون الطب النووي شيء يعني نووي وكذا وندخل في مشاكل لا هو نوع من أنواع الأشعة مواد نووية تستخدم لمشعة تستخدم في أغراض طبية. يا سلام جميل. هذه المواد تصنع ولها شيء اسمه نصف عمر. نصف عمري. نصف عمر يعني إيش نصف عمر؟ يعني فرضا هذا مثال الآن هذه الصورة لأشعة طب نووي. بعض المرضى نحتاج أن نصوره أشعة الطب النووي. كيف؟ سبحان الله سبحان الله هذا التصوير يعكس التصوير القبل كامل. إحنا نحقن المادة المشعة في جسم المريض ويصبح المريض هو مصدر الإشعاع. هو نفسه يعني يعكس. يعني صار الكاميرا هذه الجاما كاميرا يسمونها الكاميرا هي بس تجمع هذا الإشعاع وتقيسه وتطلع لنا صورة في النهاية. هذا قسم يعني نوع من أنواع أيضا الأشعة الأيونية الأيونايزنج راديشن هذه وهو التصوير الطب النووي له يعني أنواع كثيرة من المواد المشعة اللي تستخدم بناء على العضو لنصوره. فكرتها بسيطة جدا باختصار مبسط للجمهور إنه إحنا هالمادة المشعة لها نصف عمر لذلك لازم تصلنا بشكل دوري تصل المستشفيات اللي عندهم القسم هذا تربط المادة المشعة هذه بمادة صيدلانية عشان أنا أرسل هالمادة إلى العضو اللي أنا أبغاها تصله في جسم الإنسان بعد ذلك تبدأ هي بأنها تشع ونلتقط هذه الأشعة دائما تعطينا يعني بعض العلامات التشريحية إضافة إلى الشكل وتعطينا تنبؤات وظيفية قاعد يصير في موجود معينة هذا لذلك يعني في حتى يعني احترازات للمرضى هذولا لأنهم الآن هو يبدأ يشع إيش معنى نصف العمر اللي كنت أقوله قبل شوي إنه مثلا إذا كان نصف العمر لهذه المادة المشعة قل 10 ساعات مثال بعد 10 ساعات 50% من هذه المادة المشعة اختفى تمام وتبقى 50% بعد 10 ساعات أخرى أيضا هناك 50% من المتبقي سيختفي أيوة. فيحتاج أحيانا بعضها إلى أيام وبعضها إلى أكثر حتى تختفي جميعا حتى يعني. تختفي هذه المادة المشعة طيب جميل جدا